رياح مثيرة للغبار ودرجات حرارة ثلاثينية وأمطار رعدية في جنوب غرب المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. بالنظر إلى خرائط الهطول الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هناك احتمالية لهطول أمطار في مرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر وساعات بعد العصر بمشيئة الله. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، لتكون 22 درجة مئوية، وغالبا تكون الأجواء صافية وسرعة الرياح تصل إلى 6 كيلومترات في الساعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة لثلاثة أيام القادمة. يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تكون درجة الحرارة تتراوح ما بين 36 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية يوم الخميس، وليلا تكون درجة الحرارة 27 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في معظم مناطق المملكة. نبدأها من تبوك من 37 إلى 16 درجة، في سكاكا من 39 إلى 22، من عرعر 37 إلى 21 درجة مئوية، في مكة المكرمة من 41 إلى 27، في الطائف من 31 إلى 22، في جدة من 38 إلى 27، والمدينة المنورة من 40 إلى 27 درجة مئوية. في أبها متوقع هطول أمطار رعدية من 29 إلى 17 درجة مئوية، في الباحة من 26 إلى 19، وفي جزائر من 35 إلى 29 درجة مئوية. في الدمام من 35 إلى 22، في الإحساء من 37 إلى 21، وفي حفر الباطن من 35 إلى 25 درجة مئوية. في الرياض من 36 إلى 27، في بريدة من 36 إلى 27، وفي حائل أخيرا من 37 إلى 24 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.